إن شاء الله. هنقرأ النهارده من سورة فصلت، وهي سورة جليلة في القدر. وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين فأرعده وأخاثه وزجره في قصة معلومة مشهورة، وهي سورة بأحداثها سورة مكية. نذكر بعض المعاني الإجمالية كده وبعدين نصحها إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. هذا صدر للسورة الله تعالى أعلم بمعناه، ولعله من جملة ما استأثر الله تعالى بعلمه. تنزيل من الرحمن الرحيم، الكلام فيها كالكلام في سورة غافر، فيها إثبات العلو لله عز وجل، وفيه إثبات أن القرآن من لدن حكيم خبير. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قوله قرآنا حال، وعربيا صفة للقرآن. فحال القرآن أو حال الكتاب أنه قرآن، والقرآن أي المجموع، فقارن الشيء بالشيء أي جمعه. فآيات القرآن مجموعة بعضها إلى بعض. ثم وصف هذا القرآن بأنه عربي لا عجمة فيه. وهذه مسألة وإن وقع فيها النزاع بين أهل العلم، هل يوجد في القرآن كلمات أعجمية؟ هل يوجد في القرآن كلمات أعجمية؟ فيها نزاع. والذي تميل إليه نفسي أن الكلمات التي ليس لها أصل عربي وتكلم بها العرب دخلت لغة العرب وإن لم تجري على قانونهم، يعني مثلا عندما نقول سندس أو استبرق، هذه كلمات ليست على أوزان العرب ولكن تكلم بها العرب وصارت من جملة لغتهم، فيمكن أن نسميها بالكلمات المعربة. كلمات معربة أي أدخلها العرب لغتهم. وهناك كلمات ليست كلمات عربية ولكن ضبطها العرب على قانون لغتهم، فبتبقى كلمات دخيلة، بس منضبطة على القانون. زي تليفون، كلمة تليفون دي كلمة مش عربية، كلمة لاتينية، ولكن العرب دخلوها اللغة بتاعتهم بطريقة على الوزن العربي، فقال لك تلفن له وإليه، وتلفن تلفنة. ها شوف، يعني جابوا من الكلمة الأعجمية جابوا منها فعل تلفنة، وتلفنة مصدر، وجال على الفعل ده بيتعدى بالجر، تلفن له وتلفن إليه، تلفن له يبقى أنا له هو، وتلفن إليه بلي أنا، واخد بالك ازاي؟ وتلفن فعل أمر، وتلفن فعل ماضي، ويتلفن فعل مضارع، يعني مضارع وماضي وأمر ومصدر ومتعدي بالجر إلى غير ذلك. إذا العرب لما بيدخلوا كلمات في لغتهم ممكن يقوم ضبطنا على القانون العربي، وممكن تفضل زي ما هي دون أن تضبط. وعلى العموم إن ما تكلمت به العرب صار من من جملة لغتهم. ولذلك اللغة العربية ديت لغة واسعة جدا، وثرية، لغة واسعة وثرية، وتقبل أي كلمة أجنبية إن هي تجعلها من جملة لغتها، تضبطها بالقانون بتاعتها وتجعلها من جملة لغتها. قوله سبحانه لقوم يعلمون، أي يفهمون القرآن الكريم. ولعل هنا إشارة عظيمة جدا أن أمم الأرض تفهم القرآن عن طريق العرب. سبحان الله،
أمم الأرض تفهم القرآن عن طريق العرب، لأن العرب يفهمون القرآن من غير واسطة، نزل باللغة بتاعتهم، نزل بلغتهم، فلا يحتاجون إلى واسطة في فهم القرآن. أما الأعاجم فلا يفهمون القرآن إلا عن طريق العرب. ولذلك قال الله عز وجل قرآنا عربيا لقوم يعلمون، فلا بد لهؤلاء العرب أن يستمسكوا بالقرآن الذي شرفهم الله تعالى به فجعله على لسانهم. لذلك مثلا تجد الهنود الباكستانيين أي حاجة من الأمم ديت، لما يشوفهم واحد عربي أو واحد مثلا يروح يزورهم عربي، يا سلام، يعملوا مثلا احتفال كبير جدا. يعني أنت لو سافرت مثلا ماليزيا ونزلت أي قرية هناك، أنت شيخ الإسلام على طول، مع الرغم أنت ممكن تكون حافظ الفتحة وكده، تقول أنت بس بالكلام عربي يبقى لك نظام ولك وضعية خطيرة. يعني كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، أي هذا القرآن صف أيضا القرآن بشيرا ونذيرا، يبشر المؤمنين وينذر المعرضين. إيه اللي حصل؟ شوف ربنا جعل القرآن رباني وأنزله من عنده، وبعدين فصل آياته، وبعدين جعله عربيا عشان الناس يفهموه، وبعدين تضمن هذا القرآن الوعد والوعيد البشارة والندارة. بعد ذا كله إيه اللي حصل؟ قال الله فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. السمع هنا سمع القبول والإجابة، سمع القبول والإجابة، أي ليس كل من يسمع الدين ينقاد للدين. فأبو طالب سمع الدين، وعلي ولده سمع الدين، لكن ده استجاب وهذا لم يستجب. قال الله إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. يبقى يستجيب الذين يسمعون، أي يسمعون سماع قبول وإجابة. وقال، أي قال أهل مكة من الذين أعرضوا ولم يسمعوا، قلوبنا في أكنة، في أكنة. الأكنة جمع كنان، والكنان بمعنى الغلاف، وأصله الوعاء الذي توضع فيه السهام، ومنه الكنانة. الكنانة اللي هو الوعاء الذي أو الجربة الذي توضع فيه السهام، وغالبا ما يكون هذا من القماش القوي جدا الذي يتحمل القطع والسفر وما إلى ذلك. يعني قلوبنا في أكنة، أي متغطية بغطاء سميك كثيف لا يمكن أبدا أن يخترق أو أن ينفذ إلى القلب من خلاله. يا شوف درجة إيه؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه من توحيد الله عز وجل والإيمان بالبعث وقبول الدين. وفي آذاننا وقر، الوقر الثقل الذي يمنع الأذن من إدراك المسموعات. يبقى احنا ودينا دي الطرش ما بنسمعش، يا إلهي لا بنسمع، وقلوب دي ميت ما بتتأثرش، لا قلب ميت بيتأثر ولا أذن بتسمع. وإيه كمان؟ ومن بيننا وبينك حجاب، والحجاب هنا حجاب المخالفة. وسميت المخالفة بالحجاب لأنه من شدة ما بيننا وبينك من خلاف لا نراك ولا نسمعك ولا نقبلك. ماشي؟ لما يكون واحد بينك وبينه خلاف شديد، لا انت طايق تشوفه ولا طايق تسمعه ولا طايق تقبل منه أي حاجة، بينك وبينه حجاب. يا إلهي فاعمل بدينك إننا عاملون بديننا، كل واحد له دينه بقى، خليك في حالك واحنا في حالنا. فيكون الجواب قل يا محمد،
لهؤلاء القوم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي بشر كسائر البشر، ولكن ميزه الله تعالى بأنه يوحى إلي، كلفه رسالة. طيب يوحى إلي، إيه الرسالة التي أوحى الله تعالى بها إلى نبيه؟ الرسالة أنما إلهكم إله واحد. طيب وبعدين؟ فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين، الويل كلمة للتهديد أو الويل واد في جهنم، هذان تأويلان. وقوله تعالى فاستقيموا إليه لم يقل فاستقيموا له، لكن فاستقيموا إليه للدلالة على أن الاستقامة تحتاج إلى جهد. الاستقامة تحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان، ما ينفعش استقامة من غير إيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنا قال الله سبحانه وتعالى إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. وويل واستغفروه مما قد يطرأ عليكم من ذنب أو معصية وويل للمشركين. من هم المشركون؟ الذين لا يؤتون الزكاة. وهنا نزاع، المقصود بالزكاة هل التوحيد، ده قول بعض أهل العلم، أي لا يوحدون الله عز وجل، أم المقصود بالزكاة الزكاة المعلومة التي فرضها الله تعالى على المسلمين، لها مقادير ولها أنصبة. هذان قولان. والقول الثاني قول كثير من أهل العلم أن الزكاة المعلومة، قالوا بذلك على أن الكفار وإن كانوا مشركين فهم مخاطبون بالشريعة. يبقى كافر مخاطب برضك بالشريعة، وإن لم يفعلها هو مخاطب به، وإن لم يفعلها. طب ليه هو مخاطب بالشريعة مع أنه مش هيفعلها؟ ليزداد عذابه يوم القيامة. يبقى الكافر ده هيدخل النار عشان هو مشرك، وعشان ما كانش بيصلي، وعشان ما كانش بيصل رحم، وعشان ما كانش بيأدي الزكاة، وعشان كل ده كله، ما كانش بيصوم، ما كانش بيحج، ده كله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. إذا في كفر وفي صد، إذا العذاب يمكن يتصور مضاعفة. العذاب يتصور إيه؟ مضاعفة. عندما يطالع المؤمنون بعض المشركين في جهنم يقول لهم ما سلككم في سقر؟ إيه اللي وداكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يبقى التكذيب بيوم الدين، التكذيب بيوم الدين كفر، وكفر ده يدخله جهنم. ودخول جهنم سئل عن ايه؟ عن الصلاة وعن صلاة الأرحام، ده كله. يبقى الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هم الثانية للتأكيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. ثم قلت لكم كثيرا إن خطاب التوحيد بيبقى بعده خطاب الآلاء، أو خطاب الآلاء يبقى بعده خطاب التوحيد. إذا الخطابين دول مقترنين إيه؟ ببعض. يبقى قل أنكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وبعدين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، ده كله خطاب توحيد. نجوء خطاب الآلاء. قل أئنكم، قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المنكرين. والاستفهام هنا الهمزة الأولى للاستفهام، والثانية بتاعت إن، قل أئنكم، والاستفهام هنا الإنكار والتعجب. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا
ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، وتجعلون له أندادا أي شركاء. ذلك رب العالمين أي ذلك الذي خلق الأرض وبسطها ومهدها في يومين هو رب العالمين. طيب، وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، بداية الخلق كما ورد في صحيح مسلم ويوم الأحد. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، قدر فيها أرزاقها وما فيها في أربعة أيام سواء، سواء بحال، سواء أي هذه الأيام الستة سواء، هذه الأيام سواء متساوية، ليس هناك يوم أطول من يوم. وهذا الخطاب للسائلين، كأن هناك سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجيبه في ذلك. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، استوى إلى السماء أي قصد السماء وهي دخان كبخار الماء، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ائتيا طوعا أو كرها، ائتيا طوعا أو كرها، طوعا أو كرها ده حالين، حال طوعا أو كرها هذان حالان. قالتا أتينا طائعين أي أتينا بالانقياد والطاعة لك يا رب. وهذا دل على أن الأرض خلقت قبل السماء، لأن ثم تدل على التراخي والمهلة، يبقى خلق الأرض وقدر في أقواتها وبعدين ثم استوى إلى السماء، فدل ذلك على أن خلق الأرض كان قبل خلق السماء. طيب، عندنا الآية في سورة والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، طحو الأرض، الطحو كالدحو، والدحو اللي هو مهد الأرض وبسطها وجعلها مهيئة. بعض أهل العلم كالإمام القرطبي قال خلق الله تعالى الأرض ثم السماء ثم بعد ذلك دح الأرض وطحاها، يبقى دحو الأرض كجعلها مستديرة أو مبسوطة أو ما إلى ذلك كان بعد خلق السماء. وهذه مسائل يعني هي في جملة الغيب، والعلم بها لا يترتب عليه كثير نفع أو عظيم شيء. فخلق الله تعالى الأرض والسماء، وقول تعالى ثم استوى إلى، استوى إلى غير استوى على، فاستوى على بمعنى على، بمعنى على وارتفع. أما استوى إلى بمعنى، بمعنى قصد، استوى إلى بمعنى قصد. ثم استوى إلى السماء أي قصد السماء وهي دخان دحان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحدث من خلقه وفي خلقه ما يشاء، ومن جملة ما يحدث أنه يجعل قولا للسماء وللأرض، ودي مسألة تكلمت فيها من قبل عند حديثي في مسألة الحقيقة والمجاز. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، كل سماء أمرها أي ما أراد فيها وما شاء. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا بالنجوم والكواكب ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا، إن أعرضوا عن دينك وانقياد لدينك فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنقف عند الآية 13 حتى يعني تسنى لنا الحفظ إن شاء الله.
وأنا أريد من إخواني إن هم يعني من أراد إن هو يقرأ مزيد في مسألة الخلق هذه فليراجع أضواء البيان المجلد الأول للإمام الشنقيطي. هجد هناك أخوان كثير جدا هو يمني لا ما هو الكلام هنا ما دي بقى المسائل فيها اشكال. انا قلت اللي عاوز يراجع الموضع ده كله بحاله البحث ده كله يراجعه في اضواء البيان للشنقيطي، لان لو قلنا بهذه الصوره يبقى عندنا هنا 8 ايام، ما هو في يومين واربعه ويومين، يبقى يومين اللي في اول حاجه اللي ايه في يومين خلق الارض في يومين، وبعدين قدر اقوتها في اربعه ايام، وبعدين السماء في يومين، يومين واربعه ويومين يبقى هنا 8 ايام. والحديث صح مسلم ان الخلق كان في 6 ايام، واخد بالك ازاي؟ بل ان الايات صراحه بدل خلق السماوات والارض وبينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش. فطبعا هناك آيات كثيرة في هذا الباب، وده بحث طويل، فمن أراد أن يقرأ هذا البحث بتمامه وكامله بتفصيلاته ونزعات العلماء في هذه المسألة والاضطرابات الموجودة في هذا الموضع، فليرجع إلى أضواء البيان للإمام الشنقيطي عليه رحمة الله. بعض العلماء قالوا بأن اليومين اللي هم في الأرض داخلين في الأربعة أيام اللي هو قدر فيها أقوته، يبقى هو الخلق والتقدير 4 أيام والسماوات في يومين، يبقى كده 6 أيام ولا تعارض، والله تعالى أعلى وأعلم. طب ليه إن هو خص اليومين بالذكر الأول؟ ما كان يقول خلصوا كله مع بعض 4 أيام، قالوا لأن خلق الأرض من أعظم الأشياء فخص ذلك لعظم هذا المخلوق. وقلت ان ده كلام مبدئي، ومن اراد ان هو يراجع تفصيل المساله كلها فليرجع الى اضواء البيان للشنقيطي. ان شاء الله انا هقرا هذه الايات ثم تقرؤونها بعدي ان شاء الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم أتقرأ معي؟ طب أقرأ الأول وثم إيه تقرأون بعد ذلك. بسم الله. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في فاستقيموا إليه واستغفروه
الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تفضل يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا يعني اذكر بالمدود، المدود والجهر بالايه؟ بالهمزه. المد تسويه المد والجهر بالهمزه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا معلش بقى، هات اخرك، هات صوتك واخرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا فأعرض ضاء مش فأعرض ده، فأعرض ضاء ليست فأعرض ده. من تاني. بشيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة فاعمل إننا عاملون.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب معلش بقى هنبدأ الأول تاني بس نجهر بالهمزة. قل إي وبعدين إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم الجهر بالهمز من تاني. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين. يا أخوانا بالنسبة للشين ممكن أقول وويل للمشركين للمشركين لا للمش شوف للمش لو قلت للمشركين أهي فارق بين الاثنين إيه للمش شركين. تاني للمشركين هي ضمة الفم وبسط الفم عاوز كده بتسمو كده ايوه زيها كده. ها من تاني ويل بقى وويل للمشركين تمام الذين لا يؤتون الزكاة وهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون الآية فيها مدود كثيرة يعني كل ما تاخد نفسك كل يبقى أحسن يعني ممكن نقول وقدر فيه ونبتدي من وقدر في أقواتها في أربعة أيام سواء تفعل الحال وبعدين سواء للسائلين من تاني وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها كده وقدر فيها ونقف على كلمة سواء وقدر فيها أولادها في أربعة أيام سواء تمام فقضاهن سبع سماوات
جزاكم الله خيرا.